وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ديال إلهي سبحانه وتعالى معاد السنة إلهي بها المحطة سؤال لنا أنك وقتك إلى لنا يوم ما أنت وطارق رأيت هاي بيش شعبان لما تدلكم صلاة هجري لنا ويا هيكون أفر بقل أفرت لي اللبع لنا عكال ميلادي لنا فارا سدح بيش أفراد 2021 وحمد الله بالأول إسلام سابقا قرآنه وقد عيسو مغلق بلنبلا إن قبل عيسو ربي دو مرتي بعض بلنبلا مرك إن شاء الله وحان كفر قرآننا كتاب الله سبحانه وتعالى ورنا أخرنا الأخ محمد يونس فليتفضل مشكورا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ما شاء الله جزاك الله خيرا الأخ يونس. وحاك الله لكم إن شاء الله كلمة سينا مدير كأراب الدولة الشيخ حسين أخانا أنا أصلا إنه صوت قبله لا دقيقة استعطيك إن شاء الله شو عمسي أفضل تفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهد إلهي بأسك سبحانه وتعالى إلهي ما تنو سهلي نعم جسكو بمعنى بركسا رب سعيت هاي ترتم كدعا هايو مغرب بلنبلا أين تهي ترتم كوباد كدعا مغلب بلنبلا مدانا فرح وحو تهي رب بلنبلا يعني كوبا فرح وينو تهي إلهي هنو زياديو
دوكسيا ترتم هيا مدنك بالله ما تحفيديها من ديك كوبي يهين تحفيدها وحكا كوبي يهين لا بيطمن تحفيد لا بيطمن تحفيد أما دوكسي يا ترتم هيا نمانت أو سبتية بس سلا كان أكو بدن تاي تربي تاي تاي لباطن بالشعبان الماء عدد ك ترتم هيا وتبلات ليه لحوك دكسية هاي كي ترتم هيا لبيتون دكسية وكسب الله وتسكاد وكسب الله إلا عبد سمد يتوب عزه يا ترتم هيا إذا هذا بريان علمها ترتم هيا سواء شيء لو فيه ولا هو بريان ترتم كان يوم صار ما عنده عصا عصا قبل قابسي هرب الدعات برندرا أما جدي قال لك شيء قوي ربي بقى شيء قوي دعات كل شيء قصة عصا قبل قابين جدي قال ككوان تبغى قف ككوان وحين بالله بطي خرب الدعاء يروح بالله بطي أما جدي أول بالله ري بشا سفر إلا بعد هجرية مركي هو لباتن عشان يا ابن لباتي أو كبير بكون أفر بغل أفرت من لابا بشا مرات سفر بدنا كلا الميلاد كلا بشا تمناد ولو يقام بكل بحان أكتوبر تار تبعي طبعاً أي بلاغتي حد إن شاء الله وإنه بلاغنا ساكن بو رأي حمك بريني موت يسيري أو رأيك برينا جزاكم الله خير وصول الله وربنا بلاك وصول بلاغا ترتك المجا كبا هاي إبني إبني الموقبان هيا المعلمين تحصول بلاغان وحنو مهدعين هيا أرض ما تقول بدعينا ليس تحكيم ولا لهم وقت بني مصول بميان ننبي لهايين حالي مجي برينا أو نلا برينا نكتنا هايين رأي حاول برينا أمر الله الله بركي دين تدن على الله بركي أبو سعطة إله كوي رجيو وحلنا سود وابا كسر وابا نبرا كسر وابا نيكو آد ما تأني جعلن هاي أو آد ما دي مجي أو نمجر آد ما نجعلن هاي وحلنا كسر وابا وحنا حفظنا ما انتحنا نبدأ القائسين كسر وابا وجزاكم الله وبركم الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسين وغاصلت هاي وحكنا إن شاء الله على الأرض غسيو شيخ آدم يعني إن شاء الله إلى الأرض غسيو شيخ آدم جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد ولا ليال إلى ما تشكل سبحانه وتعالى الله هو وافديه مجلس كم بركة يسنى أنا نسكوه ما أنه أنا وكتابك إلهي سبحانه وتعالى ما موسى إنه وكتابك إلهي قدرين إنه ولا ليال جلسنا وجلسها وقيمة بدن إله يكتيش سبحانه وتعالى أبع وقيمة بدن طي وجلسنا الرسول كله عليه الصلاة والسلام قوم مكل معنا قريه إلهي كم دسكوه ما دانا أيوة كتابك إلهي آخرنا أيين نحو إلا سلا عدي سميان نحرشت إله وما جاء كسر بيسا ملائكتنا وي ويلي جبتاي وي ويحررين نيسا إلهي سبحانه وتعالى وكو شيئها يا ملائكت مقربون تهو أكتي سجوغان أي شيئها يا دومها يغي جلسنا كتابك إلهي والله أمه موسى سبحانه وتعالى بك أمدى سانفلة أمدى أمدى أبو خير بالنا
سيدو شاهد رسولك عليه الصلاة والسلام أمد وحاقه خير بلن كل قرآن كبرتين وضدك سيبران مركو حرجيني إنا ماجن إنا يسكوه إمارين ضدك أمد وحاقه خير بلن ضدك قرآن كبرتي وعدنا ضدك سيبر هيان ترتم وقلن هيان قرآن كبيريسان هيان صحة هيان وحان رجيني إن إلهي سبحانه وتعالى إنه يقدر ضدك أيضاها إخواني أني كلمة ديره يقالن تاي كلمة ديره وحاوي مهدنق عن أمه النقاية بعد الله سبحانه وتعالى ضدك سوق من قابيي مسابقة لن صدنا يتدرسنا يعني ماشين دعوة كيني لقصر بالله من 1985 إلى يومي هذا يعني ماشين دعوة الدين عن كيني يدلال ومسابقة كوات مركا سبقوا انت من بلنبلا لإسقوه كيني ومسابقة الله قبته وحيرا ومجالنا أن واحد لقبن جري ويجرته وبلن بلا يكون يمينه بدو وهذه مجالنا أنك بحسنين لقبن جري مرمر لكن المسابقة وين والسكوه إمانا يوحن لها دي جرني قارس مركا مانتا وحليبان إيه وإلهي سبحانه وتعالى أنه النول أولى تسيي إني مسابقة سبقوا أنت بلنبلا أو إذن الماجل لسكوه كيني مركا وحمهد مغن إلهي كسكو سبحانه وتعالى بدك أرنتها سوقة من غابي تكا ساب يا مهد مغن خاصة المجنبي أهراب الضغي دعادي سوء أرنتها كسو شغيين دلال بدن كبحيين سورة جليل إلى النادي الأسبوع مع لمانتا ومسابقة من الوقت أدبر وما هم قينا ودك عيجة وعن كلا وما هد علينا وما ذي لجنة التحكيم أيضا سواء قبلين وقت قاضي صاهرين شدع برغنا الملج يوغان المي القرآن كصحان أيضا كلا جرنا من النادي أي كي ماغين يدوكس أي كي ماغين نو البناء بالمريتان كي يروح لي جانت كسرعين قلوا عيني أنا أبغى نروح هناك أنا سود وعادي لين كله وحن كلوا ما جعلنا هيا ولاديه إلمه أنا الماجس كوكن وكتابك إلهي حفليين ومسابقة ما أنت مرت مسابقة كذا بجلا هيا ولما لك صار شقيس أب يكتمل قال أيهم وعيل كتابك إلهي وحي أمانت السبن أبدا عن كجرنا وأسبول إيه وحيارك إيه مشغولك إيه وآبي بذيعي يدلال وين كبحيين المعي قرآن صابرين كسو صحين إلي أمد عركينان وقرآن اللي بقست أبنا إيه ونقوم هذنين وحان كلا أمه بقينا من ألا منك كقب قاتي مسابقا وهندي كبحي وحي روح بغنبه أيها الأخوة مهنقينا إخواني أنا أقول كيف صور قابلنا أيها مهنقا كدب ضدك ربلا مبلا ومرتب الله وحان أشيغة هيا ماجن أنا مرتب جوكت ولي مرتب آدو قيمة بغن ضدك قرآن إلهي عن بارسنا ومد ربراين أنا يمشون جوعان أو مسابقة يكون قرن هيان. مركب عينهم ذي يدك بلا ملا وحلق الربع أنا يدك عيال. أول من يبيع عيان رت. إلهي سبحانه وتعالى إنه بركة عروت طبيعي هنتي ذي عمر والله. إنه إلهي بركة. مد الله بعد. وأنا كلاك يبقى عنا وحك استوى عن قرن كرنا. دعاء يدل على رضاه. وحنا مرينا ما. ما حرنا مجالك أما مارتاي بوسكي لو بحنا ومارتاي مسابقة المرتلقة بقادنا
ملتقاها أما مكان سأفي ريه ربنا برا عاد بيقولي رايح دكتي أو أنت واحد الجوراي أنت صار لقيا أنا بكور قبل بو أنا لو شيء أنا لو علمنا علماء مجال أنت ما لين أي شيء واحد اللي بحنا أي عاد ب عاد بيه ربنا برا أقولي رايح بدي أربع كور كي علماء يقولي بو واحد كتر واحد بيجي ما كناش بترجع جوكتا عرض بنا والسكان الجوان علماء جوكتا خبرنا برا يوم فرصة وراح دينا ضعف تمد هراء كعب قاعد شغل هراء يوحي لجورا يدلك هذول ضعفي هذا يوصل لي تين إن أنا كعب قاعد إن أنت علماء أي جوكت بيا هلا كانوا ماجي بيا اللغة ده هي مقالة بيا ما قبته بيا هلا كانوا وح الله وح لغة درسنا أو كلا لغة درسنا كران هلا لغة درسنا مرة منا نبغى إنسان ولا يناي نكشيله كشوا كربيسني إلما يا مرت علماء إيوه يدلال كم يجي كشوا إلى أن تبدأ قبل سنة ولا جوعان وعيلته هي أنا دعمها لقى الله منين وأرمى أيه اللي هذا والمرت اللي بيجستو وح لغة ترى كران لغة صوتها كان يقدم ب هذا الكي أن كشوا قابلها أي ولا ليال وحن جوجنا وقتي أرقب أن جوجنا إلهي هنا بالباري سبحانه وتعالى أغرب أجراه توكل كي أسبارتنا اسمها فينا إيه إلهي سبحانه وتعالى إلا تلصارته وإذاك متوكلين نقوان إذاك إلهي الدجالان وإسبارتي قاطان العذر كي أمرت إسكي إلاليان اسمها فينا إيه صادر عدد مسابقة أنا مركان علمي أي نوع معين عطسي وحجر الآن بيبني أمر عن كي عمري إنه بيجود ديدا ونادى مسابقة الله بقمنها يا دلال بدن كذب وحاله وقلابي شروط بال يلا وقلاب صادر عدد شروط وإن لما راوي شروط حق عافمات إلهي بعافمات بحياة وأنا هي لكن الشروط ده جرته شروط عيب مساجد كنا لقب الحسمين وإلمها مسابقة كجيران كلي أي سواء قلان دفتة كلام بنانك وكديست حتى ولادي مركي نلت أي تغين نمك مدحظة عاتي نلسو حلين أنا وقلو طوال إلسو حلين جيفك وقلو على الله اللي وعلي روان إذين أقلان المسابقة دي لكن الشروط عن إذين شاكنا يهل فوليو بك بغن إما الله سكوكو سعره لما أقلو ما سلعان إنا يماجه ففديان لما أقلو سادرادك بل إنتي وحابة بغن إنتي مسابقة دي كجرتي إلا دهب بغنه دك كلو مجالي بنانك إيا براندة دي ميلا أخي بغيستان ميلا أخي فديستان ولي إلما مجالي كي إمانه ما سلعان تو مسايدك سو مرتي سو بحنايين هلا حكم مجالي مجالي دنبه اللغو ريبه مساجد كوحوق على السماعة ببير وصوتك بحناية مغالي لقى دقى إيسان كرا بنانك لقى دقى إيسان كرا اسكو سعرور كفراها بغن هلا يري ومد مصلحة غيري عافمات كيدا كجرا واح ما انت تاين واح لإنكري كرا معه ساد درادد ولا ليال سو بيادة علماني إيو أرديدي إما غير وصو بيادة برنبرا كو سو بيادة الله نمار تاوذن بركيه جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شقادا كلمة آد مهم وهو نوع النار تولواني إلهي سبحانه وتعالى بركاته وحي ما سلعان له المها وحان أصلنا صدق ديو ناس اللي أغطان شروط أهل الإلاليو وحان إيدن بيا أنا وقت إلالينا يو شيف كمغالبه يعني إن شاء الله سنة كلمة سينا مركة فلت فضل مشكورة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا الأول شعرا بارتوها لي ونسك حوق أهين بحي عن كهل الآن أنت بعن كهل أولا وحامهات اسكامنا الله سبحانه وتعالى إن قلقي ما
loona suurageliyey inaan masaajidkan barakaysan ee beydkiisa inaan isugu imaan. Waxaa kaloo mahad mudan culimada diinka meel kasta ay ka yimaadeen, culimada barakaysan ee dhan walba ka timid, midda imtixaanka musaabaqada qaadayso ee ka imid Gaaris, kuwa ardayda barahayaan ee macalimiinta ee maaragtay subcounty meel kasta ka yimaadeen oo maaragtay subcountiga ka mid ah, meelaha ka kooban ee sida hadda ay ka mid tahay Scott baana lagu imaaday, Danyeraana lagu imaaday, Mudow baana lagu imaaday, Libaaxlo baana lagu imaaday, Balambara, Saaqa, Kunno, Kaasha, Shimbiri, Cabdisabad. Marti aada u culus ba ah noo imaatay oo maaratay sharaf badan. Marti midda ugu sharaf badan eh haddaan nahayre Balambara waa inaan martida ayada aan ikraamno, aan soo dhaweyno oo maaragtay sidii maaragtay ugu wanaagsan aan ku qaabilno. Magaalada waa iska biyola'aan, biyaha waa loo baahan yahay in la keeno. Walaalkay shaqaalaan ba hortay ka hadlay, biyaha sida u talo in walba sadaqada maaragtay waa muhiim. Biyaha in la sadaqaysto oo maaragtay aan sadaqaysan, ila adduunka waa laga tegi doonaa, aakhirada aan geysanaa. Maaragtay ayaan ka codsanayaa dadweynaha reer Balambara, waxaan kaloo codsanayaa inay maaragtay martida naloo joogta la ikraamo oo maaragtay la sharfo oo maaragtay lasoo dhaweyso dhowe wanaagsan. Anagu hadda magaalooyin maaragtay marti culus ee qaadi karno hadda loojibada iska yariyiin. Maxaa aada u jeclaanaa inaan xaafadaha maaragtay ardayda qaarkood dad ay qaataan oo macalimiinta laga maaragtay lagala wareego. Saayadana maaragtay waa arrin loo baahan yahay, dadkii maaragtay arrintaa maaragtay aboodaan. Waxaa kaloo maaragtay halkan aan rabo inaan ka jeediyo masaajidka hadda waxaa moodaa in laga soo buuxsamay. Ayaan dhaweytay culimadii maaragtay soo horseeday oo una hor imaatay meeshan. Marka aan fadhiisanay waxyaala badan oo sharci ayaan isku afgaranay. Maya cudurka hadda inuu jiro cudur la inkiri kara maaha, waxa la inkiri kara maaha, waa cudur jiro. In laga gaashaantana xaaraan maaha, in laga gaashaanta oo maaragtay taxadar la muujiyo xaaraan maaha. Marka waxaan codsanayaa ama maaragtay aan halkan ka jeedinayaa ilmaha inay kuli dadkan musaabaqada ka soo qayb qaadanaya inay mask soo xirtaan, inay maaragtay social distance waxa la jira la kala fogeeyo sida hadda la isku yacan booradan oo kale maaha, in la kala fogaado oo dad yar maaragtay dadka maaragtay imtixaanka qaadayaan iyo kuwa laga qaadayo oo qayb ah ayoo dhan ba aan lahayn in masaajidka la ogolaado oo maaragtay dadka yar oo maaragtay culimada marta hadda neefta ku xirmin intaan ruuxa dambe soo goosa. Marka waxaa aada u wanaagsan inay maaragtay aan ilaalino nidaamka. Ilmaha inta badan hadda kuwa musaabaqada ku jiraan qaarkood banaanka iska joogaan, kuwa qeybta imtixaanka laga qaadayo iyo maaragtay culimada imtixaanka qaadaysay unaan u ogolaanay inay halkan maaragtay ay soo xaaliraan oo inta kale banaanka aan iska hadna insha allah. Inay maaragtay taasna maxay maaragtay muujinaysaa, maxay fududeynaysaa waxa la dhaho social distance, macna kala fogaashada ay maaragtay ay fududeynaysaa. Maskana aan iska soo qaadana waxa hadda maaragtay cusri oo ku xiran ma jirto. Marka hadalkayga ma sii badinayo insha allah. Culimada aada u barakaysan ee maaragtay noo imaatay meel walba noogu yimid, soo dhawaada Balambara kusoo dhawaada, ininkoo aada u sharfan oo maaragtay walaalaheena qalbi furan kusoo dhawaada, aada maxaan u jeclaan lahaa reer Balambara. Hadalka waan ku noqonayaa dhanka asaga ah. Meeshan waa biyo la'aan, biyo la'aanta ayada walaalayaal in laga soo caawiyo dadka muslimiinta garjamihii lagu weysaysanaya la keeno maaragtay biyo la keeno, weelka hataa lagu shidanaya hadda meesha meel yar bahan yar baan ku arkay iyana ninkii haa noo keeni karo noo keeno. Intaasaa maaragtay cosiga ah anoo hadalka sii dheeraynin. Culimada soo dhawaada, Balambara kusoo dhawaada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Anagan dhammaan waxaan u mahadcelinaa reer Balambara aad mahadsantihiin shaqaawan chiefka dhammaan sii noo soo dhaweeyey xaaladan culusna sidii loogu ogolaaday inaan musaabaqada meesha ku qabanno. Marka intaasaan kusoo gaboynaa waxaa ku wajinaa mikrofoonka iyo shaqada lagu tahkiin Sheekh Cabdullaahi falatafadal mashkuula rajuula. Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله مسابقة إنه بلا من هيسا مركا سي شيغين شيخ آدن إيو تشيف كان مرتقة نين كان مرتقة وهن إن شاء الله عارف مقاردة دلن يرتا كيمان هيس مقاردة إن شاء الله وايا حاناي خفيفيان بنان كاكو هران سوى مساكي بحسمين مركا مسابقة إنه بلا هيسا حانك بلا بينا شعبة مسيقيبتا تبنك جس تبنك جس أرضي ذا السابقين تا سيدان سوسع عطانا إن شاء الله يوهي نظامك أرضيك ماشان محاكو جرا ورقضاء يرير أو لدى دوبي أو اللمبر كو قرن يحي اللمبر يا كو قرن هل كاسنا محايا لا بخشضاء اللمبر كو قرن يحي بخشضاء محاكو جرا سواليه أو لسو دياريي أو ديارسان مركا أرضيك مركا مقا علو يرو هل كان ويماني قعدت وميشن جلني ورغب ولا صوبحي لم بركب كقرن بقشدة كقرن بالسين هيا ما فهمتين بقشدة سا نسيب كيسة سيدا سان لو ويدني بحماشة بقشدة وصوبحه هيا لو ويدني إن شاء الله تعالى مركا لجنة هذا تعريفيه جيس كام مدكتة واشي عبد الرؤوف wa naib ka majlis salaam wala ka seena in badan waasay balan balay maaday hanu wuxuu ga sheekh abdurrahman mas'ud wa sagana qurada garis waana imaam ka masjid taqwa hanu wuxuu ga sheekh xuseen abdul samad ninkii ka si jaamacad mustaqbal ay muhaadir ka yahay marka culumayn badan khibrad u leh musabaqati quraanka مسابقات بدل نسوق قطعي وصوت تحكيمي نظام كون أدو أدقيها إن شاء الله تعالى مركا نزه هذا أرض مشى نوقر المجان تان هينو أيجا مكة سعيد مشى كي ماذن ما لو شيء ما قعب مشى وقر ساسا لو ذيري مارتي سؤالي مركا وقتي وجابني هاي شافن بلاو كرنسوم حان ويرها يا جوهرة خليف محمد جوهرة خليف محمد ماشي نحضر هالي بنية ماشي قبلها سومرايا ويلشة وضد بنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله أمثالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله أمثالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله أمثالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فذاقت وبال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يرينا حسين حسن حسين خير فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بالله من الشيطان الرجيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا
فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا حسين دول آدم حانو يرهينا حسين علمي عبد الله فليتفضل حسين علمي عبد الله نعم حسين هل كان يمو نشان كانت تجري حفظوا قالوا هيا شيخ وقيه بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم أولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيهما من دابة خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم
وبث فيهما من دابة وبث فيها من كل دابة وبث فيهما من وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم حسبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عبد القادر عبد الله إسماعيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير إنه سميع
قالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريد
وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء مما خلق
فأدخلوا نارا فلن تجدوا من دون الله أنصارا مما خطيئتهم فلن يجدوا لهم من دون الله أنصارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الكافرين وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن